وقول الله عز وجل، قوله عز من أسمائه عز وجل العزيز، والعزيز كما قال ابن القيم رحمه الله له ثلاثة معان: المعنى الأول القوي، المعنى الثاني الممتنع الذي لا ينال بسوء، المعنى الثالث الغالب. فالمخلوق عزته ناقصة، فقد يكون قويا ولا يغلب، وقد يكون قويا غالبا وينال بسوء. أما عزة الله عز وجل فهي عزة كمال لكماله، فهو القوي الغالب الممتنع الذي لا ينال بسوء. وكلمة جل أي عظمة، وصفة الجلال ثابتة لله عز وجل في نصوص كثيرة. قال عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.